يتأثر الاقتصاد بالأوضاع السياسية، فالاستقرار يخلق أجواء إيجابية، أما أبسط الأزمات فربما تتسبب في تقلبات حادة. وهذا ما جرى في تركيا، فالليرة التركية هوت لأدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، واقتربت من حاجز 10 ليرات للدولار الواحد بمجرد تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيه إنه أمر بطرد سفراء 10 دول بينهم سفير الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى. gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz. قبل تصريحات الرئيس التركي كانت الليرة تسجل بالفعل أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعدما فقدت نحو 23% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري. لكن الأزمة الأخيرة تسببت في مزيد من التراجع للعملة المحلية وفق بلومبرغ. وكانت الأزمة بدأت حين دعت 10 دول غربية إلى ما وصفته بتسوية عادلة لقضية رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا المعروف بأنشطته الخيرية والذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط المجتمع المدني. إلا أن أردوغان رد على البيان المشترك بأنه أمر وزير الخارجية بإعلان سفراء الدول 10 أشخاصا غير مرغوب فيهم دون أن يعلن موعدا محددا لذلك. ويبدو أن قرار الرئيس التركي لم يدخل حيز التنفيذ، فالعديد من الدول المشار إليها أكدت أنها لم تتلقى أي إخطار رسمي من تركيا بمغادرة السفراء. ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار من مجموعة العمل المالية التابعة لمجموعة الدول 7 الصناعية الكبرى والتي تعد هيئة رقابية دولية والتي أدرجت تركيا على القائمة الرمادية لتقاعسها عن التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو قرار وصفه المسؤولون الأتراك بأنه سياسي بحت، لكنه يهدد بتراجع أكبر للاستثمارات الأجنبية في تركيا خصوصا مع خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع الليرة في الأسابيع الأخيرة. ekonomi zaten bozuldu bozuluyor. Faizinde, kurunda, enflasyonunda yükselmesinin sebebi kötü yönetimdir arkadaşlar. Kötü yönetim. Başka bir şey değil. وكانت تركيا قد شهدت أزمة مماثلة في 2018 حين سجنت قصا أمريكيا ما أدى لتوتر العلاقات مع واشنطن، وتسبب أيضا في فقدان العملة التركية حوالي 20% من قيمتها آنذاك، رغم إصرار أردوغان آنذاك على عدم الرضوخ لمطالب واشنطن طالبته بتسليم الداعية التركي فتحالا جولن مقابل الإفراج عن القس الأمريكي، إلا أنه أطلق سراحه في نهاية المطاف. غير أن السفراء الذين أمر أردوغان بطردهم هذه المرة من بينهم 7 يمثلون دولا حليفة لتركيا في حلف الناتو، وسيؤدي طردهم إن تم إلى إشعال فتيل أكبر أزمة مع الغرب طوال 19 عاما من حكم أردوغان بحسب ما تقول رويترز.